خلال هذا البرنامج هنرد على كل الشكوك اللي ممكن تحارب هذا الإيمان، سواء إيماننا المسيحي العام أو إيماننا الأرثوذكسي الخاص. الإنجيل ليس هو المصدر الأول للإيمان المسيحي قدر ما يكون هو المصدر الأوحد للإيمان المسيحي. يبقى التجسد ما كانش دور للروح القدس من غير مريم، وما كانش عمل لمريم من غير الروح القدس. أعزائي مشاهدي لوجوس تي في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم إيمان كنيستي. نكمل معاكم الحديث عن العائلة المقدسة ورحلتها إلى أرض مصر، وتكلمنا عن الآثار الجميلة والبركة اللي خدتها أرض مصر من هذه الرحلة أو هذه الزيارة للعائلة المقدسة، وعرفنا أن كان ليها مصر مكانة في الكتاب المقدس وذكرت في كثير وفي من الأماكن، والعهد القديم والعهد الجديد اتكلم عن أرض مصر. كلمنا قدس أبونا عن النبوات في العهد القديم عن الرحلة إلى أرض مصر، وتكلمنا عن في إنجيل متى أشار إلى هذه الرحلة لما الملاك ظهر ليوسف وقال له خذ الصبي وأمه واذهب واهرب إلى أرض مصر. شفنا يعني التوراة اليهودي اتكلم والعهد الجديد في المسيحية. كان آخر سؤال ليا في الحلقة اللي فاتت لقدس أبونا ما لحقناش نتكلم فيه، هو هل جاء ذكر لرحلة العائلة المقدسة في القرآن؟ أحبائي مشاهدين، برحب بقدس أبونا سيداروس عبد المسيح كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس يوسف النجار بكولومبوس أوهايو. أهلا بيك يا قدس أبونا. أبونا سيداروس مدرس في لمقارنة أديان في الكلية الكليريكية بجيرسي سيتي، وأيضا بستيفن في لندن، وكمان في معهد الدراسات القبطية بالقاهرة. أهلا بيك قدس أبونا، قدسك حجة في الكتاب المقدس، برحب بيك وبنستفيد من وجود قدسك معنا. أهلا بيك يا تصوني ماري، وأهلا بكم جميعا أيها الأعزاء مشاهدين كنتم أم مستمعين، ولكن في النهاية كلكم مصلين من أجلنا. أمين. فعلا محتاجين الصلاة يا قدس أبونا. قدسك هتكلمنا النهاردة عن القرآن ذكر أي شيء عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر؟ أريد أن أنا قبل ما أدخل في موضوع القرآن، لأن يحتاج أن أنا أتخصص فيه واسترسل فيه وأدي له وقت كبير، أجيب عن سؤال كنا قد طرحناه معا. هذا السؤال هو المصدر اللي احنا جبنا منه تفاصيل هذه الرحلة كان إيه؟ طبعا المصدر كان نمرة واحد التراديشنز. تعرف ان الشعب المصري يميل للقصص وللحكاية وللأمثال ولأن هو يحكي السير الأولين، فطبعا القصة دي تنقلها مصري عن مصري، وكانت النتيجة وصلت إلينا عن طريق التقليد. الحاجة التانية كمان رؤية القديس العظيم البابا ثيوفيلوس الإسكندري، إنه لما جه علشان يدشن كنيسة السيدة العذراء مريم بدير المحرق في وادي قسقام، وسهر ليلته في تدشين هذا المذبح في دير المحرق اللي كان حجر توسده المسيح الطفل ونام فوقه 6 أشهر 10 أيام، جاءته العذراء مريم وروت له تفاصيل الرحلة. يعني العذراء مريم بنفسها ده تجلي من ضمن التجليات. يعني إذا كنا عارفين أن التجليات بتبقى على الملأ فوق الأسطح والكل بيشوفها، كان في تجلي للبابا ثيوفيلوس الإسكندري، والعذراء مريم حكت له من أول ما خرجت لحد ما رجعت. عشان كده كنيستنا المقدسة وضعت تذكارين لهذه الرحلة، تذكار الإقلاع الديبارشر وتذكار الوصول الارايفل. تذكار الاقلاع بيكون الاحد الاول من شهر طوبة،
والتذكار الوصول بيبقى 24 بشنس 1 يونيو. يعني لما تمسكي تحسبي الرحلة دي خدت قد ايه لحد ما وصلت مصر، تلاقيها 4 شهور ونص، في حين ان بني اسرائيل خدوها في 40 سنة. لأن ربنا أتاهم. وحتى النص يقول لك وحدث عندما أتاهني ألوهيم. أتاهني الله. هنا ربنا كان بيتوههم ليه؟ فالفترة دي كان ربنا بيصفيهم، بينتهي من القدام اللي بيحملوا الوثنية في قلوبهم، وبياخد منهم شتلة، بياخد منهم الزرع، بياخد منهم الحاجة بتاع النسل. فعشان كده كل اللي دخلوا أرض كنعان ما تولدوش في مصر، تولدوا في سيناء. وكل اللي تولدوا في مصر ماتوا في أرض كنعان، في أرض سيناء. فتعتبري أرض سيناء كانت مقبرة لما يقرب من 4 مليون يهودي. فإحنا بنحتفل بحاجتين النهاردة، العقل عذراء مريم تيك أوف في يوم الأول من طوبة، لحد الأول من طوبة. النهاردة العذراء مريم لاندينج أو أرايفد في يوم 24 بشنس أو 1 يونيو. فبناء على كده احنا خدنا الـ القصة من هذين المصدرين. زائد كمان ان كتابات القديس يوحنا النقيوسي اللي سجل لينا تاريخ دخول العرب إلى أرض مصر عرج إلى مثل هذه النقطة أيضا. فدي نقدر نعتبرها سؤال جميل. يعني يا أتسمونا، لأن ناس كتير يقولوا بتجيبوا منين القصص دي، لكن احنا عندنا التقليد والتسليم ورؤية، ومن العذراء مريم نفسها أنها تظهر وتحكي هذه القصة أو هذه الرحلة. نكمل بقى مع أتسك سؤالي الأولاني اللي هو ذكرنا النبوات في العهد القديم في التوراة أو في العهد الجديد عن هذه الزيارة، فماذا قال القرآن عن هذه الزيارة؟ أنا مضطر أن أنا أقرأ بالتفصيل من هذا الكتاب، كتاب اسمه مجيء العائلة المقدسة إلى أرض مصر حديث كل الأديان، المسيح كتبه بأصابعي وأناملي في سنة 2000 بمناسبة الألفية الثالثة، ونشر في مكتبة مارجرجس 17 شارع شيكولاني شبرا مصر، وموجود للي يحب يقراه. في صفحة 29 بتكلم عن الديانة الإسلامية. هل إن الديانة الإسلامية غطت هذه الرحلة؟ رحلة، ده رحلة ابن بطوطة ولا رحلة مش عارف مين؟ بيوجد اللي بيغطي الرحلة، لأن طبعا زي مثلا رحلة اللي راحوا القمر، رحلة السادات سنة 77 لأرض إسرائيل لما عمل المبادرة، في تغطية إعلامية. هل في تغطية إعلامية إسلامية؟ هل عدست الإسلام، عدست كاميرا الإسلام قدرت أن هي تطلع وتروح وراء المسيح هذه الرحلة؟ أنا طبعا استعجبت لما قريت في سورة المؤمنين الصورة رقم 21 النص رقم 5، وجعلنا ابن مريم وأمه، طبعا ما فيش غيره اللي هو المسيح، آية، ما قالش آيتين، هما الاثنين آية. وآويناهما، يعني احنا استضفناهما وريسيفد ذم، إلى ربوة. هنا فيه ربوة يعني 10,000، لكن ربوة يعني هل، تل عالي، ذات قرار ومعين. أقولها مرة تانية من غير تدخل في التفسير، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. جاء في كتاب قصص الأنبياء للإمام الحافظ ابن كثير صفحة 588 ما نصه، قال إسحاق ابن بشر عن جبير ومقاتل عن الضحاك عن ابن العباس قال: كان عيسى يرى العجائب. طبعا عيسى ده الاسم اليوناني ليسوع، لأن كلمة إيسوس ده اسم المسيح في حالة الرفع، لكن اسم المسيح في حالة النصب تبقى عيسى، عيسو عيسى. حتى عندنا في الكتاب المقدس في عيسو ويسوع،
فرق بين حرف العين تجيبيها في الأول تبقى عيسو، تجيبيها في الآخر تبقى يسوع. كان عيسى يرى العجائب في صباه إلهاما من الله، ففشى ذلك من اليهود، وترعرع عيسى فهمت به بنو إسرائيل، فخافت أمه عليه، فأوحي الله إلى أمه أن تنطلق به إلى أرض مصر. فذلك قوله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. شوف التفسير اللي جاي، فمصر هي الربوة لعلوها، عشان كده في أبر إيجيبت صعيد، يعني الصعيد ذكر في القرآن. فمصر هي هذه الربوة لعلوها، أرض عالية ذات القرار لأمانها ومعين، ألا وهو نهر النيل. يبقى جعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة اللي هي أرض مصر، لأن مكان عالي أبر إيجيبت صعيد مصر، وذات قرار استقرار ومعين. المعين اللي بنسميه المعون، المعون اللي بنخزن فيه ما يؤكل وما يشرب. فنهر النيل يعتبر معون يشرب منه كل المصريين. فده تفسير الآية حسب قول ابن كثير في كتابه قصص الأنبياء. جاء في كتاب مصر في القرآن والسنة تأليف الدكتور أحمد عبد الحميد يوسف صفحة 140 إن المسيح حضر إلى مصر هربا من جراء كثرة المعجزات التي صنعها في طفولته، والتي صارت سبب تعب له ولعائلته. مرجع ثالث، جاء في كتاب عرائس المجالس للإمام الثعلبي تفسيرا لما ذكره القرآن في سورة المؤمنون 21 عدد 5 ما نصه: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. آوى عيسى وأمه إلى ربوة ذات قرار ومعين، وهي في تفسير البيضاوي وأبي سعود أرض مرتفعة ذات مستقر من أرض سهلة يستقر عليها سكنوها. أما جلال الدين السيوطي فقد نقل عن السلف يفسر تلك الآية ويؤول الربوة أنها مصر. وأخرجه ابن منذر في تفسيره عن وهب ابن منبه في قوله: إلى ربوة ذات قرار ومعين قال مصر. وأخرج ابن عساكر ذلك أيضا. يعني كلهم اجتمعوا على تفسير واحد، ده إجماع كامل على إن جعلنا ابن مريم وأمه آية آويناهما، يعني استضفناهما في ربوة مكان عالي أرض مصر ذات قرار استقرار وأمان. الغرابة يا جماعة، زمان الهجرة كانت تبقى إلى أرض مصر، دلوقتي اتقلبت الأوضاع وأصبحت الهجرة من مصر. احنا طبعا كجيل نقدر نعتبر مش جديد ومش قديم قوي، لكن كنا بنشوف ان كل البقالة بيعملهن ناس يونانيين، الخواجة خريستو والخواجة ليزو، لازم يكون يوناني اللي يفتح البقالة واللي يبيع الزيتون. فكانوا اليونانيين موجود، ولحد دلوقتي عندنا كنائس للأروام وللأرمن، وبتشتريها كنيستنا في كل مكان، في دقادوس في كنيسة، في جبين الكوم في كنيسة، في المنيا في كنيستين اشتراهم نيافة الأنبا أرسينيوس. إذن الجاليات دي كانت موجودة إلى عهد قريب، كانت تهاجر من بلادها وتيجي عندنا في أرض مصر. دلوقتي انقلبت الأوضاع، أصبحت الهجرة من مصر. صدقني يا أبونا، دلوقتي في ناس ابتدت تعمل هجرة تاني لمصر بعد ما قعدوا هنا كتير، في ناس كتير قوي بتنزل تاني عشان تعيش في مصر. الدفء الروحي والاجتماعي اللي موجود في مصر مش موجود في حتة تاني. صحيح، بجد صحيح. يعني مهما الإنسان غاب ولا راح الحنين، ولا هاجر، مصر ليها طعم تاني. إذا كان العذراء مريم عندها هذا الحنين وبتظهر في مصر، ولحد دلوقتي لما بتحب تسهر في أرض مصر. وهي مش من مواليد مصر، دي عاشت 3 سنين ونص. فمرة كتبت مقال يا تصوني
أقول سألوني فيها عنها. كتبت في المقال ده بقول سألوني في أمريكا عن أمريكا، ما الفرق بين أمريكا ومصر؟ فقلت لهم الفرق بين أمريكا ومصر كالفرق بين التمثال رمسيس الثاني ورمسيس الثاني. التمثال أكبر أضخم أتقل يعني بس تمثال، لكن الثاني ذات متحركة ذات حية. يعني دي تمثال أطول، لما تحط رمسيس الثاني جنب تمثاله ولو وزنتيه ما يجيش ضفره من ضوافره، ولو حطيتيه ما يجيش لحد مثلا ركبته. لكن في فرق بين الكائن الحي المتحرك الناطق العاقل، خصوصا بالنسبة لنا احنا ولاد مصر، وطبعا القول الشهير الجميل لسيدنا مصر وطن يعيش فينا ليس وطن نعيش فيه. بالزبط. يعني صحيح صحيح. وعايز أقول كلمة قبل ما نخرج من هذه الحلقات، إن كنيستنا القبطية الأرثوذكسية أكبر كنيسة وطنية في العالم كله، ذلك لأنها تقدم اسم الوطن عن اسم الإيمان. فنقول الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. القبطية دي اسم الوطن، مصرية. والأرثوذكسية دي اسم الإيمان. في وطنية أكتر من كده؟ بلدنا يا أبونا، في وطنية أكتر من كده؟ مش معقول. نكمل الموضوع بتاع إن مصر ذكرت في القرآن، وهروب العائلة المقدسة ذكر في القرآن. يروي فضيلة الإمام القرطبي في موسوعته القرآنية الجامعة لأحكام القرآن الجليل الكريم أمور جليلة تخص الرب يسوع، منها نذكر المراجع التالية: الجزء الرابع صفحة من 63 ل 92 مقتطفات، والجزء 11 صفحة 69 ل 107 مقتطفات. وهو بفم وقلم الإمام عبد الله محمد ابن أحمد الأنصاري الشهير بالقرطبي، قال عن ابن عباس أنه مر بمريم ابن عمها، يقصد يوسف النجار، ومعها ابنها إلى مصر، فكانوا فيها 12 سنة. أوكي، مش نختلف في التواريخ. حتى مات الملك الذي كانوا يخافونه. وقع في تاريخ مصر وجاء في الإنجيل، يعني هو أيد على أن ده من مصدرين، الإنجيل والتاريخ المصري. أيوه. يبقى الناس اللي بيقولوا لنا جبتوا مين القصص دي؟ طبعا المصريين مش قادرين ينسوا الهكسوس، ومش قادرين ينسوا أحمس، ومش قادرين ينسوا العصور اللي كانت قبل التاريخ. هينسوا الحاجات دي؟ أن السيد المسيح عليه السلام لما ولد في بيت لحم كان هيرودس في ذلك الوقت ملكا، وأن الله تعالى أوحى إلى يوسف النجار في حلم وقال له: قم خذ الصبي وأمه اذهب إلى مصر، فإن هيرودس مزمع أن يطلب عيسى ليهلكه. فقام من نومه وامتثل إلى أمر ربه وجاء إلى مصر. وفي حالة مجيئه نزل ببئر البلسان التي بظاهر القاهرة بضاحية المطرية اللي هي مسترد. وكلمة مسترد يعني المحمة، يعني المسيح تحمى في هذا المكان، خد شاور، وغسل ثيابه في ذلك البئر. لذلك فالبلسان لا يطلع ولا ينبت إلا في تلك الأرض، ومنه يخرج الدهن الذي يخالط الزيت الذي يتعمد به النصارى، اللي هو الميرون. يبقى هنا برضو حتى خليطة الميرون، خلطة طبخ الميرون، يعرفوها إخواتنا المسلمين في تفسيرهم، اللي هو البلسان. طبعا البلسان ده ذكر في العهد القديم. أليس هناك بلسان في جلعاد؟ فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ فذكر على البلسان على أنه هو كان اللي بيطبب ويطيب الجروح. لذلك كانت قارورة واحدة في أيام المصريين لها مقدار عظيم، وتقع في نفوس ملوك النصارى مثل ملك القسطنطينية وملك صقلية وملك الحبشة وملك النوبة وملك الفرنجة
وغيرهم من الملوك عندما يهاديهم بها ملوك مصر موقعا جليلا جدا وتكون أحب إليهم من كل هدية لها قدر. ذكر أن العذراء مريم احتاجت فلوس لأن كانت بتصرف منين؟ مصاريف الرحلة جابتها منين؟ من المجوس، ذهب. فالذهب ده كان هو الصرف على الرحلة اللي جابوه المجوس. يتلقوا يتردون وجهك بهدية. فهنا طبعا لما الحكاية بدأت أن الذهب يخلص، لما حمت المسيح اللي نزل من جسم المسيح كما تقول القصص الإسلامية كان زي الطيب النردين، فبدأت العذراء تحب فأزايز وتبيع. وصلت إزازة للقديسة مريم اللي سكبتها على رأسه وهو متكئ، وكان تمنها 300 دينار، لأن دي طبعا تعتبر من أغلى أنواع الروائح. وفي تلك السفرة وصل السيد المسيح عليه السلام إلى مدينة الأشمونين بملوي وقسقام المعروفة الآن بالمحرقة، فلذلك يعظمها النصارى إلى الآن ويحضرون إليها في عيد الفصح من كل مكان، لأنها نهاية ما وصلوا إليه من أرض مصر ومنها عاد إلى الشام والله أعلم. دي طبعا الحاجة اللي بتتكلم بها الكتب الإسلامية. وتروي الكثير من الكتب العديد من المعجزات التي فعلها رب المجد في طريقه إلى مصر وفي عودته من مصر. بيقولوا إيه؟ عندما هربت مريم وعيسى من أمام هيرودس نزل في قرية على رجل فأضافهما وأحسن إليهما، وكان ملك ذلك الوقت عنيدا، فجاء في يوم رجل البيت ودخل منزله وجد مريم مع امرأته، فقالت لها مريم ما شأن زوجك؟ أنا شايفاه حزين. أجابتها أن لنا ملكا يجعل لكل رجل منا نوبة يطعمه ويسقيه الخمر هو وجنوده، فإن لم يفعل عاقبه واليوم يمنى وليس عندنا أي شيء. قالت مريم ما تخافيش. وقالت لعيسى فقال لها عيسى املئي قدورك وخوابيك ماء ثم أعلميني. فدعا عيسى فتحول ماء القدور لحما ومرقا وماء الخوابي إلى خمر، ولما شرب سأل من أين هذه الخمر؟ فقالوا له من أرض كذا. فقال الملك إن خمري قد أوتي بها من تلك الأرض وليس مثل هذه، أخبرني على حق. فقال إن عندي غلام. الملك قال أنت جايب الحاجات الهائلة دي منين؟ قال له في طفل عندي مستضيفه ما سأل الله شيئا إلا وأعطاه إياه، وأنه دعا الله تعالى فجعل الماء خمرا، وكان الملك ابني يريد أن يستخلفه فمات. فقال الملك للرجل أن يدعو عيسى ليقيمه. فقال له عيسى لا يفعل هذا لأنه إن عاش وقع شر عظيم. فقال الملك لا أبالي بعد أن أراه. فقال عيسى إن أحببته تتركوني أنا وأمه، إن أحييته تسيبوني أمشي أنا وأمي؟ قال له إن شاء الله. فدعا عيسى فعاش الغلام، فلما رآه أهل مملكته قد عاش بادروا بالسلاح وقالوا أكلنا هذا، وحتى إذا دنا موته أكلنا هذا اللي هو الملك، ولما جه ابنه يموت وعايز يستخلفه فيأكلنا كما أكلنا أبوه. فقتلوهما الملك وأبوه وذهب عيسى وأمه. عند الكتب الإسلامية هكذا قالت. هنا طبعا لما بيقولوا أن عيسى حول الماء إلى خمر في هذه الرحلة، طبعا دي مأخوذة من يوحنا 2 وارزقنا الجليل. دي أول معجزة عملها المسيح. طب ليه؟ لأن أول معجزة عملها موسى كانت تحويل الماء إلى دم. أيوة لما راح عند فرعون. أول معجزة عملها موسى تحويل الماء إلى دم. طب لما تحول الماء إلى دم السمك اللي جوه المية مات والناس اللي بره المية ماتت. فسيد المسيح لو المجد لما جه يعمل المعجزة دي عملها على حتتين. فالأول حول الماء إلى خمر، وبعد 3 سنين و4 شهور حول الخمر إلى دم. فعشان كده يعطى عنا خلاصا وحياة أبدية، لأن الماء لما تحول إلى دم في يم موسى كان سببه هلاك. والمعجزة دي طبعا فيها عنصر الزمن،
لأن إزاي؟ دلوقتي أنا لو حبيت إن أنا أحول المية إلى خمر، استحالة، المية تتأسن يعني تفسد ولا تصير ولا تختمر. طب وليه؟ طب هنا علشان المية من أكسجين وهيدروجين، لكن الخمر مش من أكسجين وهيدروجين، ده مادة تانية غير كده. حتى لو جبت عصير فاكهة وحبيت إن أنا أحوله إلى مادة مختمرة أحتاج عنصر الزمن. لكن هنا اقتصاد عنصر الزمن، مين اللي بيقتصد الزمن؟ القوة. يعني أنا لو حبيت أرجع أوهايو دلوقتي ماشي، أوصل إمتى؟ بعد 8 ساعات ماشي. ماشي، أنا افتكرت بالطيارة. لكن لو بالطيارة لا. طب لو ماشي أخدتها في 8-9 سنين يبقى كويس، لو خدتها في 8-9 سنين يبقى إيه اللي اقتصد الزمن؟ القوة. المسيح أنا اقتصد الزمن، ما احتاجش لعامل الزمن إن يخلي عصير خمر يتخمر والبكتيريا تتفاعل فيه وبعدين يتحول، إن اختصر الزمن. وما نشوفش إن المسيح مثلا رشم الصليب على المية أو وقف صلى أو حط صبعه، لا، ما قال لهم املأوا الأجران، ملأوا الأجران بقى اشرب خلاص بقت. فطبعا دي هنا نقدر نعتبر إن القرآن تابع هذه الرحلة بإحدى كاميراته، ولكن استوحاها من الإنجيل ومن كلمات الإنجيل. فعلا يا أبونا، يعني شفناها في التوراة وفي المسيحية وأيضا في ذكرت في القرآن. برضو حلقتنا خلصت بسرعة. كالعادة. كالعادة. مش بنلحق لأن المصورين يقولوا خلاص. بشكرك يا أستاذ أبونا، لكن لقاءاتنا جاية كثيرة علشان نكمل كل مواضيعنا الجميلة المفيدة جدا لحياتنا يا أستاذ أبونا. بشكرك جدا، وأحبائي المشاهدين بشكركم لمتابعتكم وحسن استماعكم واستضافتكم لينا، ونشوفكم على خير في حلقة جاية إن شاء الله برنامجكم إيمان كنيستي. من خلال هذا البرنامج هنرد على كل الشكوك اللي ممكن تحارب هذا الإيمان، سواء إيماننا المسيحي العام أو إيماننا الأرثوذكسي الخاص. الإنجيل ليس هو المصدر الأول للإيمان المسيحي قدر ما يكون هو المصدر الأوحد للإيمان المسيحي. يبقى التجسد ما كانش دور للروح القدس من غير مريم، وما كانش عمل لمريم من غير الروح القدس.